السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب، أرحب بكم ودرس جديد من دروس مقرر الأحياء العامة العملي. درسنا اليوم بعنوان الانقسام الخلوي. طبعا احنا عارفين ان الخلايا الحية بتنقسم اما لغرض النمو او التكاثر او استبدال ما يموت وما يتلف من هذه الخلايا. بس قبل ما نتعرف على انواع الانقسامات الخلوية هنتعرف اولا على تركيب الكروموسومات وتركيب الـ DNA. طبعا الكروموسومات هي عبارة عن خيوط رفيعة موجودة داخل أنوية الخلايا الحية. كل كروموسوم كيميائيا بيتكون من الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين اللي هو الـ DNA، بالإضافة إلى بروتينات هيستونية وغير هيستونية. طبعا في المرحلة الاستوائية من الانقسام الخلوي بيتميز الكروموسوم إلى خيطين، كل خيط بنسميه كروماتيد. إذا الكروموسوم بنجده مميز إلى كروماتيدان بيرتبطوا مع بعضهما عند نقطة السنترومير أو القطعة المركزية. الـ DNA بيتكون من وحدات كيميائية متعددة اسمها النيوكليوتيدات، الواحدة منها النيوكليوتيدة. طبعا هذه النيوكليوتيدات بترتبط مع بعضها كيميائيا علشان تكون لسلسلتين من عديد النيوكليوتيد بيكونوا متقابلتين وملتفتين على بعضهما زي ما هو واضح هنا في الشكل ده كده. في النهاية بيكونوا لي الشكل العام للـ DNA اللي هو بيبقى في صورة لولب مزدوج حلزوني الشكل. طبعا كل نيوكليوتيدة من الناحية الكيميائية بتتكون من السكر اللي هو ده ومجموعة فوسفات بالإضافة إلى قاعدة نيتروجينية. طبعا الشكل التوضيحي هنا بيوضح لنا هذا التركيب، ده السكر الخماسي منقوص الأكسجين ودي مجموعة الفوسفات المرتبطة به وهنا قاعدة نيتروجينية. طبعا في جزيء الـ DNA في أربع أنواع من القواعد النيتروجينية، في الأدينين، الجوانين، السيتوسين والثيامين. يعني القاعدة النيتروجينية اللي في النيوكليوتيدة دي هي واحدة من الأربعة دول، الأدينين أو ثيامين أو جوانين أو سيتوسين. طيب هذه القواعد النيتروجينية بترتبط مع بعضها البعض في جزيء الـ DNA بروابط اسمها الروابط الهيدروجينية. طيب تعالوا نشوف كده بترتبط مع بعض ازاي. لو مثلا عملنا سلسلتين من عديد النيوكليوتيد بالشكل ده اللي هي بتكون جزيء الـ DNA، ومثلا في هنا نيوكليوتيدة فيها قاعدة نيتروجينية أدينين، لابد ان النيوكليوتيدة المقابلة لها في السلسلة الأخرى تكون فيها قاعدة نيتروجينية اسمها ثيامين. طيب لو في نيوكليوتيدة مثلا فيها جوانين لازم النيوكليوتيدة المقابلة لها يكون فيها قاعدة نيتروجينية سيتوسين. بنجد الأدينين والثيامين بيرتبطوا مع بعض برابطة هيدروجينية من النوع الثنائي، بينما الجوانين والسيتوسين بيرتبطوا مع بعض برابطة هيدروجينية من النوع الثلاثي. بينما النيوكليوتيدات في السلسلة الواحدة، يعني النيوكليوتيدة دي والنيوكليوتيدة دي، بيرتبطوا مع بعض برابطة اللي هي دي كده بيسموها رابطة فوسفات ثنائية الإستر. أما الجينات فهي عبارة عن وحدات من الـ DNA بتحمل المعلومات الوراثية التي تورث صفة معينة، بمعنى إن الجين هو عبارة عن جزء من الـ DNA محدد بعدد نيوكليوتيدات معين، وهذا الجزء بيتحكم في صفة معينة في هذا الكائن اللي بيحمل هذا الـ DNA.